هذه ساحة مسجد العتيق وتدخل المتظاهرات والمعتصمات داخل ساحة مسجد العتيق في مدينة درنة. هو تجمع نسائي ضد الطواغيت، ضد الذي لا يعرف الله ولا جيهته. من الذي قتل وجيهاته وقتل أطفالنا سوف يقتل، سوف يرحل، سوف يموت بأي طريقة، بأي وسائل إعلامية، بأي سلاح، بأي طفل، بأي حاجة تتحدث، سوف يرحل، سوف يرحل هو وأبناؤه. الطواغيت الكفرة الذين لا نتحدث عنهم، بل تتحدث هذه الصورة عما نريد وماذا نريد وماذا نفعل وماذا سنفعل. هذه النساء أمهات وخالات وعمات وصديقات شهداؤنا، شهداؤنا الذين لن يضيع دمهم أبدا، لن يرحل دمهم أبدا. هذه الأداة الشرافة إلى داخل ساحة مسجد العتيق. ها؟ نطفو علم 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 عل